يسأل تفسير آيات من القرآن الكريم هي قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه آيات عظيمة من أول سورة المؤمنون، ذكر الله فيها صفات عظيمة من صفات أهل الإيمان، وأخبر أن من اتصف بها فقد أفلح، أي نال الفوز والسعادة والنجاة. ثم أيضا وعده في آخر الآيات بقوله: أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذا خبر من الله سبحانه وتعالى محقق، قوله قد أفلح المؤمنون هذا خبر محقق من الله سبحانه وتعالى، لأن قد حرف تحقيق مع أنه وعد من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يخلف وعده. والإيمان ضد الكفر، الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وللمؤمن الإيمان خصال كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكل طاعة لله سبحانه وتعالى وكل طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول طاعة لله سبحانه، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. كل طاعة فإنها من خصال الإيمان، كما أن كل معصية فإنها من خصال الكفر وخصال النفاق. وفي هذه الآيات ذكر الله خصالا عظيمة من خصال المؤمنين: الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع لله سبحانه وتعالى في الصلاة هو الإقبال، إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى، والخضوع لعظمته سبحانه وتعالى خوفا منه ورجاء، خوفا من عقابه ورجاء لثوابه، بأن يصلي وهو حاضر القلب بين يدي ربه عز وجل، يرجوه ويخافه ويعظمه ويجله ويكبره سبحانه وتعالى كأنه يرى الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الصلاة التي ليس فيها خشوع كالجسد الذي ليس فيه روح، جسد ميت وصلاة ميتة صورية لا حقيقة لها. والمقصود من الصلاة هو الخشوع لله عز وجل وحضور القلب، ولا يكتب للمسلم من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه فيه منها. والنبي والله سبحانه وتعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن السهو عن الصلاة خروج القلب منها وانشغاله بغيرها. والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو المراد به الباطل، كل باطل فإنه لغو، من الكلام القبيح والسب والشتام والغيبة والنميمة، قول الزور وشهادة الزور، ومن الأفعال الوخيمة من فعل المعاصي والسيئات الشهوات المحرمة، ومن فعل البدع والمحدثات أو حضورها كأعياد الكفار وأعياد المبتدعة، لا يجوز عملها ولا حضورها لأنها من اللغو. الله تعالى يقول: وإذا مروا باللغو والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقد جاء تفسير الزور بأنه أعياد المشركين، ولا يشهدون الزور يعني لا يحضرونه، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة المراد بها النماء والطهارة، فالزكاة لغة النماء، يقال زكى الشيء إذا نمى، ويقال زكى الشيء إذا طهر وتنقى من الأدران. وهل المراد بالزكاة هنا زكاة المال التي فرضها الله أو زكاة النفس؟ الظاهر والله أعلم أن المراد زكاة النفس، لأن السورة مكية، والزكاة إنما فرضت، زكاة الأموال إنما فرضت بالمدينة. المراد زكاة النفس بالطاعة، قال تعالى: قد أفلح من زكاها، ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها. فالمراد هنا تزكية النفس بالأعمال الصالحة. وكذلك زكاة الأموال أيضا فرضها الله سبحانه وتعالى، وهي ركن من أركان الإسلام، إلى آخر الآية. والذين هم لفروجهم حافظون، هذه مهمة جدا، حفظ الفروج من الفواحش، وحفظها يعني المحافظة عليها من الحرام، من الزنا واللواط والنظر المحرم، فهم يسترون عوراتهم ويكفون النظر عما لا يجوز النظر
إليه، ومن باب أولى يجتنبون الزنا، لأنهم إذا تجنبوا وسائله فمن باب أولى أنهم يتجنبونه. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، أي لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي إلى الزنا. حفظ الفروج يراد به صيانتها عن الحرام، عن الزنا واللواط، وكذلك النظر إليها بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وأمر سبحانه وتعالى اتخاذ الأسباب الواقية من الوقوع فيه من غض البصر وحجاب المرأة وعدم سفرها وحدها بدون محرم، ومن عدم الخلوة مع الرجل الذي ليس من محارمها. كل هذا من سد الوسائل المفضية إلى الفاحشة، الذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخر الصفات العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات العظيمة، وهي صفات من تحقق بها واتصف بها فقد أفلح وأعطاه الله سبحانه وتعالى ميراثه من الفردوس. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والفردوس هو أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.